استاذه كريمه اهلا وسهلا بيكي معانا النهارده في الكهرباء 20. النهارده احنا في فيلم انف وثلاثه عيون، فقولي لي طبعا اكيد كلنا اتفرجنا على الفيلم القديم ولا ما اتفرجتيش عليه زمان محمود ياسين. قولي لي دور حضرتك يشبه لمين في الشخصيه في الفيلم القديم؟ انا طالعه اخت دكتور هاشم. ايه رايك بقى في علاقات دكتور هاشم؟ مالها هتوقعيني في الغلط ليه؟ متنوعة طبعا ومتعددة جدا طبعا. ايه رأيك يعني بقى في التنوع ده؟ قولي لي اصلا كريمة بتعملي في فيلم؟ هو متلخبط كده وانا بحاول يعني اقومه. تقومي؟ يعني بحاول يعني. طب ايه كان رأيك لما هو كان مرتبط ببنوتة اصغر منه 25 سنة؟ يعني في الفيلم ولا في الفيلم؟ لا استاذ ظفر متجوز خلاص. لا يعني اقصد انه حد يبقى مرتبط يعني بحد اصغر منه. أوكي. يعني لا في الفيلم قولي كنت بتعملي ايه لما ارتبط بواحده اصغر منه 15 سنه؟ يعني طبعا انا يعني الناس بقى تتفرج بس يعني يعني انت بتشوفي بقى الانواع العلاقات المختلفه، الاصغر اللي كانت متجوزه واتطلقت، الحب القديم، يعني في حاجات كتير قوي اللي هي انواع فعلا موجوده في الحياه. ده مش اول عرض للفيلم، اتعرض قبل كده في مهرجان البحر الاحمر، فقولي لي ايه رايك في فكره او كونسبت فيلم مهرجانات وفيلم تجاري وإلى ذلك؟ ايه رايك اصلا في الفكره دي؟ يعني طبعا هي حاجه موجوده بس يعني طبعا يعني كل لما نقدر ان احنا نقرب الجاب يبقى احسن، لانه فيلم مهرجانات مش لازم يبقى صبه عند البعض، وفيلم تجاري مش لازم يبقى صبه عند الاخرين. الفيلم التجاري دي حاجه كويسه وفيلم المهرجانات دي حاجه كويسه. اوكي. اصل الناس بتقول ان فيلم المهرجانات مش دايما بينجح في التجاري، وفيلم تجاري ما ينفعش يتعرض في مهرجانات، فيعني الفيلم اعتقد ان هو كسر الرول، هو مش اول واحد بس كسر الرول عند ناس كتير جدا. العمل الفني الكويس المتقن ممكن ولازم يبقى تجاري وبتاع مهرجانات. اوكي استاذه كريمه كمان ليكي مشاركه في بين السطور بتعرض دلوقتي، فقولي لي ايه رايك اصلا في شخصيه ملك وشخصيه هند واللي بيعملوه اصلا في الفيلم؟ لا ده سوري في المسلسل، عذرا. لسه بقى ده احنا لسه يعني اول طلعه، ده الموضوع هيتعقد اكتر واكتر. طب هتعملي ايه في العقد دي؟ هنحاول نحلها بس من يعني طرف هند ولا من طرف ملك؟ مش هقدر احرق، بس هو الحقيقه مسلسل رائع ومكتوب يعني كتابه هايله، ويعني الكاست كله والمخرج استاذ وائل وبرده صبا مبارك وسلمى بوضيف، كاست هايل. الكاست تقريبا هو شبه نصه متكرر في الفيلم هنا. ايوه لا هو مسلسل فعلا جميل جدا، ولسه يعني الاحداث 30 حلقه فيعني في احداث كتير. اوكي احنا النهارده في العرض الخاص لفيلم انف وثلاثه عيون، بس هقولها لك بسؤال بطريقه تانية. مين اللي في حياتك او شفتي في حياتك ناس عندها ثلاث عيون مش عينين بس؟ اتعاملتي ازاي بقى مع الموقف؟ 9 و10 و11 بتعملي ايه مع الناس الحشريه دي؟ عينين، ما هو الواحد بيبقى مش واخد باله، بس لما بياخد باله بقى يرجع كده لورا. ما دي بتبقى يعني للاسف في ناس كده طفصه. بس يعني مش تعرضتي للتنمر قبل كده؟ اكيد. كان ازاي بقى؟ لا في التنمر للاسف موجود، يعني اتعرضت للتنمر وانا صغيره وانا طفله، والواحد بيتعرض للتنمر حتى دلوقتي. يعني انت بتلاقي من خلال السوشيال ميديا، السوشيال ميديا للاسف سلاح ذو حدين، وحاجه من الحاجات السلبيه بتاعتها ان هي خلت الناس كده تبقى مستباحه بشكل غريب جدا، والناس داخله تلطش في بعض، فده نوع من انواع التنمر. طب انت قابلتي شخصيه ظافر العابدين في حياتك الشخصيه بقى، وكنت انت بقى الشخص الناصح لا او تعمل ايه وتعملش ايه وتحجميه؟ يا اكيد قابلت ناس كده، بس يعني ما بتحشرش بقى. تحشريش؟ لا ما ولا حتى ولا صحابك؟ ما انصحش حد يتحشر في حاجات كده خالص. ولو حد بتحشر في حياتك؟ لا ما بخليش حد يتحشر في حياتي، ما بحبش خالص، انا شخص برايفت جدا. ويعني لا بقالك كام سنه في كامباك هايله جدا وما شاء الله يعني تنوع كمان في الادوار مش بس كامباك. انا عايزه اعرف بقى الجديد بتاع حضرتك ايه في الكامباك اللذيذ قوي ده بقالك كام سنه؟
والله هو يعني طبعا الفيلم اللي احنا النهارده أنف ثلاث عيون، وفي المسلسل بين السطور، في فيلم روائي قصير اسمه في يوم ربيع عادي، ده اتعرض في مهرجان الجونة وان شاء الله هيتعرض يعني بره وفي القاهرة يعني، بس لسه ما تحددش مواعيد. في فيلم تاني من إخراج مخرج سويسري مصري اسمه تامر غيوجلي من بطولة نادين لبكي، وده برضو تعرض في مهرجان البحر الأحمر، بس كان المفروض يتعرض في مهرجان القاهرة، بس مهرجان القاهرة للأسف أجل الأحداث أجل، فدي الأعمال حالية الموجودة. والحريفة برضو فيلم الحريفة حريفة اللي بتعرض دلوقتي، فيلمين مش فيلم واحد دلوقتي في دور العرض، ولكن غيادة أفلام مهرجانية. الحمد لله. أوكي إن شاء الله خير، وإن شاء الله نتقل مع حضرتك في كل النجاح تاني. شكرا.